في البداية احنا بنتكلم النهاردة على مواطن مصري، وانا في الحقيقة مش عارف ليه حضراتكم لما اتحكم عليه بالاحكام الجنائية، هو في النهاية هو سجين جنائي ما هوش سجين سياسي، بدأتوا تستدعوا مسألة الجنسية البريطانية، وانا مش شايف ان اكتر ديمقراطية من انتوا قاعدين هنا النهاردة في مصر وبتتكلموا. Yes, of course. If anybody wants to translate it, the gentleman here says that Allah is an Egyptian citizen. No, I don't want you to translate. I prefer. Why? I am actually translating what you're saying. The gentleman here says that Ali is an Egyptian citizen and he is wondering why we as a family, after he was, sorry, you said sentenced in a criminal case, not a political case, that's what you said. He's wondering why as a family we resorted to foreign pressure. Continue please, carry on gentlemen. ولما اتحكم عليه بالاحكام الجنائيه بداتوا تستدعوا مساله الجنسيه البريطانيه وانه مواطن بريطاني. انا في تقديري حتى الشخصي، حتى وان كان شخص اجنبي بيستدعي على جيش بلده، بيهين بلده، بيهاجم جيشه وشرطته وشعبه، اهان نساء مصر. في الحقيقه في تقديري الشخصي مساله العفو الرئاسي كمان اللي انتوا بتنادوا بيه ده موضوع محل نقاش. ده Sorry, رقم واحد. You have to be concise in your question. I will ask the question. Never mind. أنا السؤال بقى بتاعي لحضراتكم، يعني انتوا جايين تستدعوا دول أجنبية على مصر، جايين النهاردة تهاجموا مصر، جاية أنت النهاردة تطالبي بعفو رئاسي عن سجين جنائي، جاية تتكلمي عن حد أنت شخصياً على المستوى الشخصي في فيديوهاتك على السوشيال ميديا. Okay, sorry, you have to ask the question because we need to وصلنا للسؤال عشان أترجمه. أنا عايزة أترجم كلامك بس هو كتير. The question is هذا سجين جنائي لا يستحق عفو رئاسي، واستدعاء الغرب على مصر هيخلينا كلنا نقف ضد أي شخص بيحاول إن هو يستدعي. أيوه في السؤال. أي السؤال. ما هو ده السؤال. Right, هتجاوبيني عليه بقى. Thank انت هتجاوبيني عليه. Sorry, we have to touch it because النهارده جايه